السلام عليكم، تحياتي للجميع. خضر الراشد معكم، ابو طه كندا. هلا انا صورت لكم كيف كنت حد ادونيس عم جيب اغراض، المهم حتى خبز ما لقيت. الوضع كورونا، هلا المدارس سكرت، المطار سكر، كل شيء بيختص بتجمعات العالم ليتواصلوا مع بعض، حتى كل شيء بيخطر على بالكم وقفوه. هلا عم طلع هذا ترودو قال انه بدهم يعملوا انه يسكروا البلد، عشان شو؟ ما حدا يقدر يوصل للتاني وما يتفشى المرض اكتر من هيك، لانه بلشت تزيد الحالات. فالله يستر من اللي جاي. فالموضوع اكبر، ما في عالم ما مهتم للموضوع، بس واحد عنده اهله فكر باهلك ما تفكر بحالك. انه انت هلا مثل انا شاب ما فرقاني معي اذا صار معي، بس انا عم فكر بمبدا امي اذا لا سمح الله انا قلت لها المرض او شيء. فعشان هيك عم غسل ايدي، عم تابع الارشادات اللي قايلين عنها اللي لازم نعمل بالتفصيل. انه حلو الواحد يهتم بس مشان اللي بتحبهم. والله انا لو مني وعلي ما فرقاني معي، بس انا عم بعمل كل هالتعليمات اللي عم بقولوها بس عشان ما انقل المرض. وحرام يعني، مش واحد يروح يمرض 100 معه. في واحد شفت اليوم على الاخبار ببزق على العملة بالسعودية، ما بعرف هو شو جنسيته، بس بقوله انه بالسعودية صار معه ما بعرف شو، بلش يبزق على المصاري وهذا مشان ينقل لغيره. فالوضع هلا تقريبا شبه حصير كندا زي يعزلوها مثل ما عملوا بالصين. هلا شوفوا هذا الفيديو كيف صورت انا اول ما طلعت من عند ادونيس، كيف العالم عن جد. انا اول مره بشوف هيك، استغربت يعني. الرفوف فاضيه. انا اول مره بشوف الرفوف فاضيه عم تفضل، ما في بالعاده. عم جبنا ستاند كرمال التليفون، بعده عم بيتحرك، شو بدي اعمل بقى؟ هلا بدي اروح عند ارز لاجيب شوية اغراض، بدي اجيب طحين. انا ما عاد لي الهم اني ما لقيت خبز اساسا، انا فران يعني، انا بعمل الخبز. انا معلم، هاي اول مرة بتعرفوا عني شيء. انا معلم مناقيش، بيتزا، معجنات، هاي شغلتي، فران. فالخبز ما نعت لان همه واحد يجيب الاساسيات يحطها عشان صار ما صار يكون مأمن. نشوف كيف حيكون هالحجر الصحي. وانا على اساس في شاب صاحبي، على اساس اعملكم كيف الواحد يشتري من شاطر بالتكنولوجيا، هو على اساس اعملكم فيديوهات كيف تشتروا من الانترنت وهيك وهيك القصص، كيف تحبش بالانترنت. هو شاطر بالانترنت، انا ما كتير. فهلا بحكم هيك الاوضاع الواحد ما فاضي لهالشغلات شوي. بس هيدا دغري بنزلك اياهم ضرب وحده، كيف تشتري من امازون، كيف تدور عباد، كيف تحجز بالطيران. هلا حتى الطيران موقف، المطار قلت لكم انا موقف شوي. هيك على اللي بتشوفه اليوم، هيك شفته بعيوني، خيالنا ما هيك الدنيا، هيك بتحسها فيها شيء غريب عجيب. واحد بقول معقول هي اخر الدنيا على اساس هيك بقعد يفكر. هذا ان شاء الله ما يضر الانسان شيء، بيزعل واحد، بيزعل على اللي بيحبهم، ما بيزعل على حاله اذا حدا صار له شيء. مثل اهلي بلبنان، انا زعلان على خايفين يصير لهم شيء، والناس وجيراننا والدنيا كلها. هلا شوفوا هذا كيف انا بس طلعت برا. هلا بالزون هذا الفيديوهين مع بعض وبتشوف حكتب شو بدي اسمي هذا الفيديو. سميه وضع كورونا تورونتو، يلا حسميه وضع تورونتو، وضع كورونا بتورونتو. سلام. السلام عليكم، تحياتي للجميع. خالد الراشد معكم، ابو طه كندا. هلا انا اليوم عند ادونيس عم جيب اغراض، هياها هاي الاغراض طبعا مشان كورونا. هيا الناس اذا بتركزوا، ركزوا واقفين بالدور، الدور واصل لبرا، هاي العالم واقفه على الباب لجوا لنفوت. هيا شايفين اللاين من ورا الكورونا. هلا حيوقفوها للبلد على اساس يوقفوا كل شيء عشان يعملوا حجر لكل الناس مشان ما حدا يلقط الفيروس. وان شاء الله كل الناس تكون بخير وما حدا
ما تصير الامور اصعب من هيك. الله يستر عن جد، الله يستر. بتمنى الكل يغسل ايديه ويسمع الكلام اللي عم بقوله عنه، لانه الموضوع ما في مزح. شوفوا الناس واقفه لبرا، شيء غريب عجيب. بتلاقوا الرفوف فاضيه. رحت انا على الفود بيزك لاجيب شويه اغراض، الناس مثل الرز. بتاخذوا اذا كترتوا اغراض ممنوع، ماكسيموم بتاخذوا شغلتين بس. ولازم نبعد عن الناس. وضع يعني سبحان الله شيء غريب عجيب. يلا هي قتلتنا والله، مانك شايفه زمره شايفين. والله الله يطلع علاج لهالفيروس الناس اللي يقتل بالناس. الله يعين الناس بكل البلاد. هلا صار فوق، عم بيقولوا الحالات صارت فوق ال 1500 هيك قالوا هالاحصائيه تاعيت اليوم. صح كذب الله اعلم. صفيت السياره انا كمان هالميلة. فشو كمان كنت بدي اقول، المحلات سكرت. هيا ليكو هذا المحل مسكر تقريبا، كل المحلات مسكره. هلا سوبر ماركتات فاتحه، تيم هورتن مسكر، ممنوع تجمعات، كل شيء لغوه، كل شيء في اختلاط ما في. الباص اللي هو الباص شغال بس في واحد، يعني بتلاقي اذا طلعتوا بقلبه بتلاقي في واحد او ما في. الوضع كتير كتير خطير. الله يستر. كمان والله كنت بدي اقول هاي هي وضع كورونا، والله يستر. السلام عليكم. هاي انا خلصت اشتري اغراض من عند ارز، وهلا بشوف بعد بدي اروح كم محل. هاي الشوارع له بالعاده يكون الدنيا عجقه عجقه عجقه، ما فيها الضغط، فيش هالضغط. باصات الناس بتلاقوا مثلا هاي تعيط الباص، بتلاقي العالم مثل النمل. هيدا الكورونا غير الدنيا كلها. بدي بنزين بس بحب اختصر. بقولوا لي انه في على الصين لقوا علاج، هيك عم يحكوا معي على الواتساب. صح كذب الله اعلم.